تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم في حصتكم الجديدة ولادنا تحت جناحنا. علاش سميناها ولادنا تحت جناحنا؟ أولا لأن قلنا جناحنا مسؤوليتنا كامل تربية النشأة. في إطار حصة مع عمو يزيد التقيت مع عدة أولياء وهدرت معهم وصرت بلي عندهم تساؤلات كثيرة، تساؤلات إما في تربية الأطفال إما في المدرسة إما كاين حالات تصادفهم ولكن ما عندهمش يحتاجوا نصائح. حاولنا من خلال هذه الحصة هذه أننا نستضيف أخصائيين في شتى المجالات باش يعطيهم نصائح اللي يفيدوهم في تربية الأطفال. إذن انتظرونا في حصتكم الجديدة ولادنا تحت جناحنا في نصائح تهمكم في تربية ولادكم اللي هم ولادنا. اليوم عندنا حصة مهمة جدا، على بالي باللي قاع الأولياء يتسألوا على برنامج التلقيح لا فاكسيناسيون، كيفاش نفاكسيني ولادنا واذا كان نسيت اسكو غراف ماشي غراف، واش هو البروغرام، يا هل ترى واش هو لي فاكسان اللي نديروهم والولاد مازال ما دخلوش يقراو، واش هما لي فاكسان اللي نديروهم ولادنا يقراو. دونك هذا البرنامج هذا اليوم راح نطرقوا له مع اخصائيين. اذا تستضيفوا معايا الطبيب المختص في طب الاطفال دكتور محمد بن الغبره. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك، تفضل، شرفتنا. تفضل. شرفتنا دكتور، تفضل تفضل. معنا كذلك مختص في علوم التربية اللي عنده أكثر من 30 سنة وهو مع مربي الأجيال أستاذ لابري. لابري تفضل. أنا سيد. مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا. بارك الله فيك. تفضل 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 تفضل. ومعنا مختصة في علم النفس كذلك أستاذة تفاحي هنية. مرحبا بك أستاذة. مرحبا بك مرحبا بك، شرفتينا استاذه. تفضلي تفضلي تفضلي. وما نقدروش نتكلموا على برنامج التلقيح بلا ما نستضيفوا اب ولي امر اللي هو بحري احمد. تفضل 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 تفضل. ايش رايك؟ مرحبا بك مرحبا بك. تفضل تفضل. يا عيشك ميرسي ميرسي. تفضل. ميرسي. لا شرفنا شرفنا. تفضل تفضل. ودائما دائما نستضيف طفل ولا طفلة باش نقولوا للأطفال ما ينساوش الواجبات المدرسية نتاعهم. معنا اليوم ميليسا. تفضلي ميليسا، أروحي أروحي. يا بنتي واش راكي ميليسا؟ لاباس. لاباس خير. واش مسنة تقراي ميليسا؟ ثالثة. شاطرة أنت في القراية، شبيها شاطرة. كيفاش ديري الواجبات تاعك ميليسا كي تدخلي للدار من الدراسه؟ تسناي ماما ولا بابا يقول لك روحي تقراي ولا تروحي وحدك؟ نروح وحدي. تروحي وحدك، برافو بنتي برافو. وكيفاش ديري الواجبات تاعك؟ تشربي الحليب ديالك وتستعفاي ولا ديري الواجبات ومن بعد تستعفاي؟ كيفاش ديري؟ نريح شويه ونروح. تريحي شويه، برافو. وفي نهايه الاسبوع تقراي شويه بالجمعه والسبت ولا تلعبي بزاف؟ نقرا شويه. وتلعبي شويه. هيا برافو برافو. واش تقولي للأطفال اللي يشوفوا فينا دركا على قرايتهم على الواجبات المدرسية تاعهم؟ نقول لهم يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا بكاملكم روحوا ديروا واجبات تاعكم. برافو 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 بنتي برافو. وحنا ثاني وجدنا لك مكتب جميل لهيك راح تروحي ديري الواجبات نتاعك يا أخي. هيا تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. إذا كما قلت لكم ميليسا، أنتم ثاني أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا الواجبات تاعكم باش تنجحوا والديكم يفرحوا بكم يا أخي. إذا مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة ولادنا تحت جناحنا. كاين تساؤلات، تساؤلات كبيرة توصلنا من عند الأولياء. يقول لك ماذا بينا تنصحونا تنصحونا. وهذا الموضوع تاع اليوم هذا موضوع مهم مهم جدا اللي هو موضوع التلقيح لا فاكسيناسيون، اللي تريز امبورطون. انا واحد من الناس
بالمرات نقول يا هل ترى لو بروغرام تاع لي فاكسان وين نسبو، يا هل ترى لازم نتبعو، وإلا ما تبعتوش واش يصرى؟ بالمرات نكون بالك نكون مسافر، بالك ما نكونش مسافر، بالك يعني ماذا بينا من خلالكم اليوم نقدروا نوضحوا لهاد الأولياء اللي ما يشوفوا فينا واش هو هذا البرنامج تاع التلقيح وكيفاش يقدروا يتعاملوا معه. ماذا بينا دكتور بن الغبرة يعني توضح لنا الصورة بالنسبة للتلقيح، يعني واش تقدر تقول لنا؟ التلقيح هو عملية زيادة المناعة عند الإنسان عن طريق حقنه بمواد كانت في الأصل جرثومية تم تعديلها وراثيا أو بطرق مختلفة ليتمكن من مقاومتها. هذا هو تعريف التلقيح. التلقيح هو حقن، يعني ما نقولوش جرثوم ولكن حاجة تشبه هكذاك، يعني لتفعيل المناعة. نعم، هو حقن المعلومات الوراثية المتعلقة بذلك الجرثوم. معناها كل جرثوم عندما يدخل الى جسم الانسان يحدث مقاومه رياكسيون على ايمونيتير. داكور. التلقيح يهدف الى ابراز تلك المقاومه دون تعريض الخطر الجسم المتلقي. تري بيان. دونك ومن بعد نوصلوا الى برنامج التلقيح. برنامج التلقيح وخاصه انه البرنامج التلقيح وقيل تعدل. تجدوه العام الماضي في سنه 2016 رزنامه الجديده. بهدف احنا اللي كنا نعرفوا هذيك تاع الثلاث شهور تطعيم الاول. الان نتحدث توماس تعرفوها ثلاث شهور تطعيم الاول، ست شهور تطعيم ثاني، كانوا صغار هما يعني هذيك اللي عرفناها. وانا سمعت باللي تعرفوها غنوها تشوف. الرزمنه القديمه اللي كنا نعرفوها كامل سمعت باللي تم تحديثها العام الماضي. العام الماضي تغيرت شويه. ماذا بينا وكنت تكلمنا عليها. نعم، هناك لقاحات عند الولاده على نيسونس، لقاح ضد السل بي سي جي، لقاح التهاب الكبد الفيروسي بي، ولقاح شلل الاطفال عند الولاده. عند الولاده كاين ثلاث لقاحات. نعم، عند الشهر الثاني هناك الجرعه الثانيه من فيروس التهاب الكبد ضد المكورات الرئويه اونتي بنوموكوكسيك ضد شلل الاطفال مره اخرى. نعم، بارفوا اورال الفموي. هناك ضد الهيموفيلوس انفلونزي باكتيري اللي تعرض للميننجيت وتعرض ثاني لامراض مختلفه في لاسفير اورال، يعني امراض الانف واذن وحنجره. هناك لقاح الدفتيريا والتيتانوس مرض الكوزاز. واش من شهر هادو؟ هادو الشهر الثاني. الشهر الثاني. نعم. دونك الشهر الثاني كاين كاين اكثر من خمس لقاحات. اكثر من خمس لقاحات. نعم. دونك سانك فاكسان. نعم. في الشهر الثاني. نعم. روكو بكرين ان شفاكو نبداو في الشهر الثالث. نعم. يعني في الشهر الثالث لقاح واحد وهو شلل الاطفال انجكتابل، هو اللقاح الجديد والذي تم احضاره مؤخرا. في الشهر الرابع نعيد الشهر الثاني تماما. في الشهر الرابع اعاده تامه للشهر الثاني. الشهر الثاني نفس الشيء. نعم، اكثر من خمس لقاحات. نعم. اوكي. في الشهر ننتقل مباشره الى الشهر الحادي عشر. الحصبه التي كانت تعطى اسمها قديما في الشهر التاسع اصبحت تعطى في الشهر الحادي عشر مع الريبيول ومع ليزوريون. داكور. تسمى ثلاث لقاحات مع بعضها. نعود الى الشهر الثاني عشر، نعيد ما اعطيناه في الشهر الثاني والشهر الرابع. والرابع نعيده في الثاني عشر. في الثاني عشر. نعم. نفس اللقاحات. لورابيل بيان سور. في الشهر الثامن عشر نعيد ما اعطيناه في الشهر الحادي عشر، معناها الحصبه ريبيول ليزوريا. ثم نبقى في العام السادس، معناها السنه الاولى للتمدرس، يعني من 18 شهر ما نزيدو نديرو والو حتى ست سنوات. نعطي نبقى مع الدفتيريا والكوزاز، نعطي معهم ثاني شلل الاطفال لانه مرض خطير جدا ومهم جدا ان الوقايه منه. ثم ننتقل الى السنه الثانيه عشر الدفتيريا والكوزاز، وبعدها كل 10 سنوات دفتيريا وكوزاز، لان المناعه ضد الدفتيريا والكوزاز ليست دائمه، ولهذا يجب ان نعطيها كل 10 سنوات حتى في عندما نكون بالغين. داكور. شيء مهم مهم جدا. نعم. هذا يعني نشوف دكتور باللي يعني الكالندريه تغيرت تماما، مع اضافه خاصه للفاكسان اونتي بنوموكوكسيك، لان نلاحظ هناك حالات كثيره لبنوموني التهاب الرئه والمينينجيت ناجم عن هذه البكتيريا الخطيره، تم ادخالها في الرزنامه الجديده. وايضا الهيموفيلوس انفلونزي، لان المينينجيت التهاب الساحه التي تسببه هذه البكتيريا يسبب ديسيكال نورولوجيك، الطفل يصبح لا يرى او لا يسمع، ولهذا يجب التقيد بهذه الالتزام بهذه المواعيد لانها مهمه جدا.
والله انا كنسمع درك بلي كاين تلقيح في سن تمدرس مدبية استاذ لابري، تعطينا يا هل ترى هاد المربيين المدرسه هل هي مستوعبه تماما لهذا البرنامج يعني واقفين عليه ولازم الطفل يجيب الكارنيه ديال فاكسيناسيون؟ يا هل ترى هاد التلقيح هذا يديروه في المدرسه ولا يديروه برا؟ يعني ماذا بيا توضحنا الصوره هذه. نعم شكرا سي يزيد. انا في البدايه نجي نقول بان بانه قد حدث تطور وتحكم رهيب كبير جدا في المنظومة التربوية في وزارة التربية في المدرسة والطب فيما يخص جميل التلقيحات. جميل جميل. هذا يعني حاجة كبيرة دارتها مهمة الدولة، مهمة جدا دارتها الدولة، وهذه تدخل في إطار سياسة الوقاية، لأن جميل. الوقاية المثل معروف الوقاية خير من العلاج، ولكن الوقاية راهي رايحة تربح الدولة الملايير من جهة، هذا من الناحية المالية والاقتصادية، وكذلك الصحة يعني الصحة الصحة العمومية، يعني ما بالو كان نتكلموا على شلل الأطفال، نتكلموا على نعم أشياء نعم. وهذا يساعد كذلك في حظوظ في إعطاء حظوظ أكثر في نجاح أبنائنا أثناء تمدرسهم. الحمد لله الحمد لله. إذن الدولة الحق يعني إحنا ما عندناش الأرقام، ولكن أموال باهظة كبيرة دارتها الدولة. وزيد على هذا، اسكو هاد لي فاكسان يديروهم في ليكول ولا يديروهم برا؟ لا دوك نجيك دوك نجيك نجيك سؤالك مهم جدا بارك الله فيك. يعني ما هي علاقتنا احنا كمربيين كمعلمين؟ اسكو نشفى انا بكري، انا كنت صغير نشفى درت فاكسان في المسيد، ماني شافي واش من عام ولا مين شافي جا ودا وجهك. نعم صحيح صحيح. انا درت انا في سني هي مازالت العلامه هنا عندنا كاع هذيك العلامه. إيه ولكن أنا قلت في تطور في تغيير، والآن الدكتور راهو يقول بأنه الرزنامة لو كالوندري دو فاكسيناسيون الجيري الرزنامة تغير 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 وغير ما تغير في 2016. بالضبط بالضبط. يعني دوك لازم نوقفوه فيه الجديد، وهذه فيها دراسة ما يخفاش باللي الجزائر تابعة تنتمي إلى لو ام اس المنظمة العالمية للصحة، العالمية للصحة، ونحن نمشيو مع المنظمة العالمية للصحة يعني. بالضبط. إذن فيه تغيير فيه الجديد، لكن الشيء اللي نجم نقوله لك هو أنه المدرسة للتلميذ لما يجي للسنة الأولى لازم يكون مرفوق بالسجل في السنة الأولى مرفوق بالدفتر الطبي. هذا أول اهتمام. جميل جميل. وأول اهتمام لازم الدفتر الطبي. جميل. ثانيا باش يشوفوا البروغرام دو فاكسيناسيون تاعو سيتي ريسبكتي ولا لا. بارك الله فيك. بالضبط. ثانيا كاين بما يسمى بوحدات الكشف الطبي اللي هي إجبارية في المدارس. ما كانش مدرسة ماشي تابعة إلى وحدة من وحدات الكشف الطبي. كاين كشف طبي دوري. نعم. وهذا هذا يعمل بالاشتراك ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية. احنا مثلا تاخذ بلدية صغيرة عندها كشف طبي، عندها وحدة من وحدات الكشف الطبي وتابعين إليها عدة مدارس. جميل. كلهم يروحوا. واش يصرى في هذا الكشف الطبي؟ مروش التلميذ هو اللي يروح إلى الوحدة إلى المركز، وإنما المركز هو اللي يتنقل إلى المدرسة. جميل. في السنة جميل. الأولى جميل ابتدائي، وكذلك في السنة الأولى متوسط، وفي السنة الأولى ثانوي ثالثة ثانوي عفوا. يجي الأطباء، يجي طبيب الأسنان، لأنه هنا هذا دور كبير مهم هذا مهم هذا الوحدة مهم مهم. وكم من أمراض مهم اكتشفت على هذا الأطفال للأولياء ما فقولهمش، ولما تكون في البداية العلاج تاعها يكون سهل يكون سهل، وكم من تلميذ أنقذ وفي الحمد أسبوع لله. ولا خمسة أيام علاج الحمد لله. حتى عمليات جراحية ما ندخلش في التفاصيل ويرجع إلى التمدرس بطريقة عادية الحمد لله. الحمد أما لله. فيما يخص هذه اللقاحات فهذا الوحدات تاع الكشف الصحي يعني على قدم وساق، يعني ما تلعبلهاش فيما يخص يعني توليرونس زيرو. لازم توليرونس زيرو. علاش توليرونس زيرو؟ لأنه إذا كان تلميذ أو مجموعة من التلاميذ تخلوا على هذا التلقيح هذا واش يحدث؟ المشكل وين راه في المدرسة؟ المدرسة هي جماعة بالضبط. جماعة عائلة وجماعة، فالعدوى إذا أصيب التلميذ بالضبط العدوى خاصة مرض السل
شيء خطير. أقول خاصة مرض السل بالضبط. اللي نفتح قوسين الحمد لله يعني في بلادنا في سنوات مضى كذلك ما عندناش الإحصاء، أنا ما عنديش إحصائيات ولكن بسهولة. أنا شخصيا مش أسمع به بزاف. نعم يعني بزاف. يكاد أقول تراجع أقول يكاد ينعدم يكاد بالضبط انعدم واحد بكري كنا نسمعوا بعد رجع يعني في حالات فقط بالضبط. وهذا بفضل جهد التلقيح وبفضل جهود الدولة بالضبط. والمراقبة الصارمة في المدرسة مع الكشف الصحي اللي وتابع لوزارة التربية اللي تبع هذا، كذلك أمراض جميل. أخرى بالضبط. كما بالضبط. لكاري دونتير كما لافي شحال من واحد لافي عندنا حلقة رايحين ما نتراجعوش عليها، عندنا حلقة نتكلم عليها النظر على السمع الله. يعني كاع المشاكل اللي تواجه الطفل في التمدرس، لأنه احنا همنا واش؟ أنه الطفل يتمدرس يقرأ مرتاح، كل حاجه اللي تعيق التعلم عنده لابرونتيساج احنا ماذا بنا ننبهوا الاولياء عليها، هذا هو المهم والاهم. استاذه ماذا بنا تكلمينا من الجانب النفسي، من جانب يعني كيفاش تشوفي هذا التلقيح، لانه التلقيح بالك الناس هكذا يشوفوه يقول لك لا فاكسيناسيون، ولكن رانا نشوفوها باللي لا فاكسيناسيون سي ان فينومين يعني حاجه كبيره اللي ترافق الطفل سنوات وسنوات، وهي اللي رايحه يعني الفا ديتيرميني سون فيتور يعني المستقبل تاعه كله مبني على هذه التلقيحات، يعني ممكن يكون في خطر كبير. بعد نرجع لك استاذ ماذا بيا نتكلموا على اذا كان الناس توخرت ولا على التلقيح واش يصرا وكامل، ماذا بيا توضحي لي. الله يسلمك يا استاذ يزيد. التلقيح هو صحه من الاول وهو وقايه، والتلقيح نسمعوا به واحنا صغار في الاهل، سواء عندنا ابن الاخ ابن الاخت، يعني نسمعوا بالتلقيح قبل ان اكون ام بالضبط. يعني بالضبط. ماشي حاجه جديده علينا بالضبط. كانطلاق يعني الام الاول المولود تاعها راح يبدا التلقيح في الشهر ديجا يبدا في الولاده دوك في الولاده لو بي سي جي فوالا، الصباح قبل ما تخرج تقول لها نجي ندير له الفاكسان، هي تحس شغل تقول لك بواجع داروا له الفاكسان اكسيتيرا اكسيتيرا وتقعد تعس في هذيك الفاكسان واش راح يصرى لها بالضبط. فوالا حنا واش نقولوا لهاد الامهات اللي على بالهم بهاد التلقيحات ويهيئوا نفسهم ويحضروا نفسهم، لان هناك بعض التلقيحات اللي تدير حمى لازم يكونوا عارفين بها وتكون عندهم الاسعافات الاوليه. وكاين امهات مثلا اللي ما تعرفش التلقيحات مي لو كارني دو فاكسيناسيون لما تروح لاول مره عند البيدياتر او هنا الدكتور معنا يوري لها في الصفحه هذيك يقول لها من الاشهر اللي لازم نديروها ولازم اشاك فوا ديري الفاكسان تشوفي الى اسكو داروا لك لا غريف فيها باللي درتيها ولا باش تتاكدي مهم. لانه احيانا انت تتاكد باللي درت الفاكسان لو بوتي مي كي تروح للدار تلقاه ما دارلكش. هذا الشيء خطير هنا خطير فوزات اوبليجي تولي ليهم بعد هو يقول لك انا درت ما درتش ما كاش تاكد مزيه كاين لو ريجستر تاعهم هنا يلفا فيريفيي لو نون وبعد كي يلقاك درتي يعاود يصلح هذاك. مهم. والكارني دو فاكسان لازم ما يتبحرناش ولازم يكون ضروري. ديروا لي فوتوكوبي درك. بيان سور لازم ديروا فوتوكوبي. وعلاش؟ لانه الاثبات الوحيد وهو الامان الوحيد حتى للام باش هي ما تكولبابيليزيش. وعلاش قلنا كاين بعض الامراض اللي نكتشفوها في المدرسه باغ اكزومبل هاي دي كارني دو فاكسيناسيون يقول لها مدام خصك تاع 18 موا يخصك لو رابيل تقول له لا درته له يقول لها هاوليك هذه الحاله نعاودوا الفاكسيناسيون دو ديبار. وهنا واش معناتها تكون مشاكل نفسيه والاب والام تولي عندهم طاقه نفسيه كيفاش نهيئوا هذاك الطفل كيفاش راح نديروا له لي فاكسان نبداو نخمو في امراض اللي ممكن تصيبنا قبل الوقت بالضبط. هنا بالضبط. لازم بالضبط. تكون كما نقولوا احنا لازم تكون الام متفطنه بالضبط. سواء الام اللي قرات ولا حتى الام اللي ما قراتش لان الامومه بالضبط. هي علاقه بيولوجيه وفطريه بلا ما تكون متعلمه بالضبط. لان الام اللي باغ اكزومبل يعني تروح عند نابورت كال بيدياتر يعني طبيب صح. اطفال ولا يفهمها راني نشوف الاطباء تاعو ان الله يبارك يسون نعم. باسيون عندهم ديجا يا استاذ يزيد لي فاكسان راهم يبداو بوندون لا غروسيز يعني ديجا تعرف واش معناتها الفاكسان ماهيش بعيده عليها فاكسان في البدايه في الحمل تتبعها فاكسان بعد الحب الى غير ذلك. الله يبارك الله يبارك يسلمك. سي حميد بحري راك معنا اليوم كأب حبينا نسقسيوك يعني
كيفاش تشوف الفاكسان؟ اسكو كنت تشوفوا يعني تعطي له لامبورطونس ديالو؟ اسكو حاجه مهمه؟ اسكو كنت تنساه؟ اسكو نسيتو كاش نهار؟ اسكو لا كنت واقف عليه؟ اسكو كيفاش شفتو انت كاب؟ هذا واش حبيت انا الفاكسان. اول السلام عليكم. مرحبا بك. الله يسلمك. الفاكسان تعلمته من ليكول كنا صغار. يعني وانت طفل؟ انا طفل دارنا لو فاكسان هذوك البيستولي داروه لنا هذاك ما نساوهاش طول حياتنا. شفينا عليه. الوغ علمونا عطاونا بعض المعلومات من تما انا دوك الفاكسان لولادي تو الوغ جو شوي اجور تسمى كي يجي وقت الفاكسان ندير الفاكسان. ما لازمش ما نلعبش لازم في وقته. تربيه مام اذا نسيت كاين المره تفكر هي هاك فاهم. مليح ولو كارني الفاكسان كيما قالت الاستاذه لازم اجور لازم يتخبى ويندر عليه فوتوكوبي. مليح. ويتخباو في بلاصه معينه باينه. بالضبط. الور نقول الاولياء كامل لازم ما يستهزوش بالفاكسان. بالضبط. حاجه مهمه لازم يديروا الفاكسان. لازم يديروا فوتوكوبي الكارنيه د فاكسيناسيون يكون اجور وكي يدير الفاكسان يفيريفي داولو الكارشيف اللي داولو الفاكسان. شيء مهم. فوالا. لانه انت تدخل ايام بعد نشوفيتهم بصح من بعد تفوت السنين. يعني تفوت سنوات وكامل والانسان اسمه انسان يعني ينسى. يعني بعد تولي تفكر يا هل ترى درتي ما لازمش الانسان انتم يا اولياء توصلوا لهذا الشيء. لا فاكسيناسيون التلقيح تاع اولادكم راهو شيء مهم 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 جدا. دكتور حبيت نرجع لك. سيبوزون واحد ينسى الفاكسان يا هل ترى كي ينساه بيامات ولا بشهور حاجه خطيره ماشي خطيره؟ هل يقدر يدارك نفسه ما يقدرش؟ ليس شيئا خطيرا. نحن احيانا الاطباء يمنعون التلقيح في في, في وقت معين مثلا يكون بلغ 11 شهرا مثلا يكون عنده حمى ولا يؤجلوا الى الشهر القادم الى بعد شهرين. ماشي مشكل. ليس مشكلا. وثاني الاستدراك ممكن جدا في الفاكسيناسيون ولكن ما يكونش بعيد. نعم يعني عندما يكون الطفل جاهز. يعني حتى ولو كان مثلا تلقيح هذاك كان لازم على 6 شهور مثلا ممكن 8 9 10 عام. المهم لازم يديروا. نعم هو ولكن تطلب ربي انه المرض هذاك ما يجيش اونتر تون سي سا. طبعا هذا هو المشكل. هناك بعض الامراض تستطيع تحمل ذلك مثلا مرض الحصبه الطفل يكون محمي من طرف حليب امه ليزونتيكور ماترنال حتى طبعا. عمر الحليب تاع الام هذا ست اشهر مليحه لانه عندنا حلقه خاصه بلاليتمون بالترضيع بالرضاعه يعني شيء جميل. بالنسبه لاهميه التلقيحات فقط ننظر الى التاريخ. هناك امراض كانت قاتله كانت وبائيه الحصبه شلل الاطفال السل اصبحت الان نسمع بها كثيرا. بالضبط بالضبط. دركا اصبحت بفضل التلقيح. نعم والان هناك امراض جديده مثل هذه البكتيريا الجديده التي تسبب التهاب السحايا هي التي اصبحت لاكتواليتي تاع الفاكسيناسيون. داكور. ولكن يجب ان ننسى الامراض التاريخيه يجب بالضبط. نسيانها لان الان في هناك بعض الدول الاوروبيه اصبح التلقيح فيها اختياري مثلا في مثل الدول ماشي اجباري. ماشي اجباري لهذه الدول لانهما عندهم سيرتيفيكا دي راديكاسيون. احنا في الجزائر مثلا ليس لدينا هذو لي سيرتيفيكا راهي اونكور معناها مازلنا باش نحصلوا عليها. مثلا في الجزائر منذ 2007 ليست هناك حاله ديفتيريا. داكور. منذ 1996 ما كانش. اذا كان هذا المرض هذا ما كانش في البلاد ينحيوا التلقيح. لا ما ينحوش يرجعوه اختياري. اختياري تحب ديرو فاكولتاتيف هو شوا. تربيان تربيان شيء مهم مهم. هذا نعرف نعود الى التلقيح الموضوع الاساسي. هناك بعض الحالات نؤجل فيها التلقيح مثل الحمى اذا كان الطفل مريض ولا نعم. هناك ثاني لونكوم برونشي كيعود الطفل عنده التهاب مشكل في التنفس. داكور. ثاني هناك بعض الامراض التي تمنع تماما التلقيح مثل ديفيسي ايمينيتير نقص المناعه. داكور. سواء طبيعيا يعني منذ الولاده وراثيا او هناك بعض الامراض مثل السيدا والتهاب الكبد المزمن وايضا بعض الحالات وين يكون عندنا الطفل عنده مرض مزمن مثل في القلب او في الكلى او في الكبد يكون امبوسي معناها كيكون في حاله لاتاك تاع المرض هذاك نأجلوا التلقيح. ولكن تلك الفئات بالضبط هي التي تحتاج الى تلقيحات والحذر معها في التلقيح. هناك ايضا الاطفال لي بريماتوري داكور اللي يزيدوا 7 شهور لديهم وزن صغير ننتظر حتى يكتسب وزن اكثر من 2 كيلوغرام باش نعطيه التلقيح. باش نديروا التلقيح. ولكن التلقيح مهم جدا عند اولئك الاطفال. ما يتلقحش في الولاده. عند الولاده الطفل كيكون بريماتوري اذا كان اقل من 2 كيلوغرام ديكاليو شويه التلقيح تاعه. داكور حتى الخلاصه انه التلقيح يحمي ويحمي ويحمي.
تري بيان. واش هما كاع التلقيحات يمدوا الحمى وكامل ولا بعض لهم؟ 80% من التلقيحات تعطي الحمى 80%. ولكن الحمى شحال 24 ساعه 48؟ ممكن توصل الى 3 ايام. الى 3 ايام، لان الحمى دليل على الاستجابه. الحمى كما كاين يعني الجسم راه يقاوم. نعم الجسم معناها كاين ان فين تاع الفاكسان سي بيان، هي المقاومه تاع الجسم. المقاومه لقد حصل على ليزونتيكور الاسم المضاد. لازم وليدكم تجي الحمى ولكن ما لازمهاش تطول. جميل جميل. هناك فقط اضافه، مثلا الطفل لما يكون مريض، الام تقول لك الطفل راه مريض وغدوه الفاكسان تاعو، هي لازم انا كاخصائيه باش تكون هي في بالها ومرتاحه نفسيا، لازم تاخذ هذاك الطفل للطبيب. وعلاش؟ بالضبط فوالا، هي كي ناخذوا للطبيب لان الطبيب هو الوحيد الذي يحدد ندير الفاكسان ولا ما نديرش. بالضبط. هما فوالا في البي ام اي فوالا هما اللي يديروا هذه الحاله اللي كنا كولبابيليزي. فوالا سوغ لو شون يا لانفيرمي وكاين الطبيب، ويعني يشوف اذا كان لازم يدير الفاكسان هو ياخذ الاجراء، اذا ما كانش لازم ما يديروش. ولكن هناك بعض الحالات اللي تسرى يعني وشفناها احنا، باغ اكزومبل الطفل ما يجوش على الطبيب، تسالوا برك الممرضه تقول لي يما راهو مريض اسكو سعل، تقولها هي لا لا. كاين اطباء اللي تكون فريمون عندهم يقظه وعندهم عمل انساني وعمل يعني كما نقول باتم معنى الكلمه، تلقى باللي كاين حاجه عنده انكومبرمون فوالا هنا تمنع باش ندير الفاكسان. هنا انا واش حبيت نقول النصيحه، ان الام ما تقدرش تحدد حتى ويبان الطفل مازال ما بانش عليه المرض، بصح ما تقدرش تحدد يعني حتى هو مريض ناخذه للمركز. اذا كانوا نقدروا الامكانيه نديروا الفاكسان درناها، ما كانش امكانيه من حسن المعامله ان ناخذوا غونديفو واحد اخر في نفس الوقت، ما رطيناش الغونديفو او ميم طون خدينا الغونديفو ودينا معامله. يعني الانسان يكون فوالا. جميل جدا. اذا على حسب واش فهمت انا من الاخصائيين وكامل، التلقيح شيء مهم جدا، ولكن مليح انه تشوف وليدك يعني الحاله الصحيه نتاعو قبل ما تديه للتلقيح. وكذلك مليح انك دائما تستشير اطباء مختصين في طب الاطفال خاصه، وما تنساوش التلقيح، لانه كما قالت الاستاذه من بعد حتى ولي الامر ما يكولبابيليزيش، ما يقولش وليدي وكان غير ديته وعلاش تاخرت وعلاش. اذا مليح التلقيح في وقته، وان شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا قدمنا لكم هذه النصائح الجميله هذه اللي تفيدكم في تربيه النشء، تربيه اولادكم اللي هما اولادنا تحت جناحنا. وتقدروا تواصلوا معنا وتقاسموا لنا التجارب نتاعكم يا اولياء عبر موقعنا الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com، ولا عبر صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تحيا بسلم مؤمن، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.